تعالوا بقى نروح لملف مختلف تماما، هنروح لجهود صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي اللي نظم يعني دوري رياضي للمتعافين من الادمان بمناسبه طبعا اليوم العالمي لمكافحه المخدرات. تعالوا نتعرف على تفاصيل اليوم ده من خلال هذا التقرير. احنا هنا دي بتعتبر مرحله من مراحل الدمج المجتمعي، على اساس ان احنا بنحاول نغير بعض المعتقدات والمفاهيم لدى القاعده العامه من الجمهور، وان احنا عندنا في تعافي وان الشخص ده سليم فلابد ان احنا نقبله داخل المجتمع ما يكونش ليه لفظ. فكانت الفعاليه هنا على اساس ان احنا بنوري الجمهور وبنوري الناس ان احنا عندنا متعافين بالفعل داخل المناطق المطوره، وزي ما بنهتم بيها كقاعده بنائيه لا كمان بنهتم بيها كقاعده اجتماعيه وقاعده نفسيه. طيب يمكن مركز العزيمه احد المراكز التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان، يمكن دورنا داخل البرنامج العلاجي بيبقى في جزء منه التاهيل الرياضي لدى المدمنين او المتعافين داخل المركز، بيبقى في جزء منهم للجيم او الكروس فيتنس او الالعاب الرياضيه اللي هي المهمه زي فرقه كرة القدم أو التأهيل الرياضي. بيبقى المدمن بيبقى حابب أنه من ضمن الجول بتاعه أو الأهداف بتاعته اللي احنا بنبدأ نحطها له أنه هو يكون عنده تأهيل رياضي. ساعات بننمي المهارات بتاعة المرضى زي اللي هو بيلعب كرة قدم أو بيلعب في الجيم أو بيكون بيمارس رياضة هو كان بيحبها وكان أهملها في جزء من وقت من الأوقات، ويمكن ده اللي كان بيكون من ضمن أسباب العوامل المسببة للتعاطي. فاحنا بنبدأ نهتم بالجزء دوت ضمن البرنامج العلاجي اليومي للمرضى. هو أول مرة أشارك، بس هو شكله كده ما شاء الله يعني حاجة كويسة جدا، لأن أول مرة أجي يعني كان التعافي لسه أنا بقالي 8 شهور ونص، فدي أول مرة أشارك فيها، فهي شكلها حاجة كويسة يعني وحاجة مشجعة بأمانة، حاسس كده بارتياح وأنا مبسوط. الحمد لله في رحلة التعافي الواحد بقى حاسس بمسؤولية، حاسس اللي هو عايز يعمل حاجة، حاسس اللي في حياة، يعني ابتديت أشوف الحياة بجد. الأول ما كنتش في دماغي الكلام ده، هو كنت عايش في عادي، انا النهارده ميت وفي دماغي ان انا كده كده ميت، فمش في دماغي اي حاجه اساسا. والله بدايتها الواحد كان مخدرات قتلاه، كان واحد عايش يعتبره مش عايش، بدا يخسر كل حاجه، خسر اهله، يخسر كل اللي حواليه، كانش شايل مسؤوليه. انما اول ما خدت الخطوه ديت وفكرت ان انا اجي العياده بتاعه الاسمرات هنا واتحجزت، الناس الصراحه قابلتني وما قصروش معايا، وقفوا معايا من الالف للياء. كل حاجه هناك، اخصائيين نفسيين، دكاتره، اي حاجه الواحد بيحتاجها الناس دي بتقدمها له، ما سابونيش في اي حاجه. يعني كل الحاجات اللي كانت عندي متراكمه طلعتها مع الناس دي، ولقيت حلول بيدوها انا اتعامل فيها مع الحياه، ولما اخرج من المكان اعرف اتعامل مع الحياه بشروطها، فالحمد لله. يعني هو كان حب الاستطلاع، يعني كان واحد حابب اللي هو يستطلع يشوف مثلا المخدرات دي بتعمل ايه، بتاثر ازاي. الواحد خدها الاول اللي هي زي لعبه زي اي حد ما بيلعب، يعني حب استطلاع يعني عن المواد المخدره وكده، وكان بيشوف الزمايل، يعني كانوا اصحاب السوق هم برضو اللي كانوا بيعرفونا على الحاجات الوحشه ديت. يعني فتره الادمان قعدت فيها 7 سنين، يعني كنت 7 سنين دول اكتر 7 سنين في حياتي اللي انا تعبت فيهم، ما كنتش عارف اعمل اي حاجه خالص، وكانت حياتي في النازل تحت، ولا كنت عارف اللي انا زامل حد كويس ولا الكلام ده. كان كل حياتي مع الادمان ومع بيئه مش كويسه خالص، فالحمد لله يعني من ساعه ما رحت المكان ابتديت اللي انا ابقى حد كويس والناس تشوفني كويس. اللي انا كله زعل مني واهلي كلهم جهلوني، ومراتي تبقى بدات هتمشي ويحصل سبب طلاق ومشاكل كبيره، والناس حتى الناس الكويسه زعلت مني، فبدا الواحد يجي له فكره اللي هو لا كفايه كده وعايز يتغير من حاله ويبقى في الاحسن. فلقيت المكتب ده بصراحه مد لي ايده وبقيت معاهم للاخر. اللي احنا شفناه ده شيء في غاية الاحترام حقيقي، لان انت بتتكلم عن فئة ربما هي كانت
كانت يعني غلطانة مش في حق المجتمع بس في حق نفسها، ولكن لما أنت تيجي تقول أنا بصلح هذا الخطأ وبعدين ألاقي يعني رفض من المجتمع، ده بيبقى شيء صعب جدا وبيبقى شيء سلبي، وفي نفس الوقت بيخلي هذا الشخص أنه يعود مرة تانية للي هو كان فيه. لكن فكرة أن أنا أبتدي أتقبل هذا الشخص في المجتمع مرة تانية بعد ما يتعافى وينسى هو أو يندم على الفترة اللي حصلت وما يرجع لهاش مرة تانية ويكون اتعلم منها ويبدأ صفحة جديدة مع المجتمع ومع نفسه، فكرة أن أنا أقبله واندمج كمان أو يندمج معي في المجتمع، ده شيء الدول المتقدمة بس هي اللي بتعمله والشعوب المتقدمة بس هي اللي بتحققه. فده كلام محترم جدا، وأنا سعيدة على فكرة بجد بالحاجات دي، أنا بنبسط جدا ما بشوف حاجة زي كده، إعطاء فرصة لمن لا ليس له فرصة كان. فنتمنى المزيد. بتعيدي إحياء بني آدم. بالظبط بالظبط كده، حقيقي الموضوع يمكن بسيط للبعض يقول لك بس هو ما ينفعش يبقى وسطنا بتاع، مش الكلام ده، بني ادم بيغلط طبعا بليفلز، لكن فكره ان هم خلاص هو بيتعافى وبيرجع تاني شخص طبيعي، لو انا بقى رفضته هو هيروح للجريمه، هيروح لعالم الجريمه والغلط وغيره، واحنا مش عايزين ده اصلا. وكتير جدا من المتعافين يا نهاوند بيساعدوا غيرهم على التعافي. صح، بيبقى اكتر ناس طبعًا بتساعد غيرها كمان. بالعكس احنا ممكن نستفيد بيهم جدا في المجتمع، فشيء حقيقي محترم.